يا صباح الورد على برنس المحامين ونجم المحاكم كلها. بقول لك ايه، سيبك من الهري ده، كنت اقول للحاج سيد فين. الحاج بيقضي شويه طلبات من الميدان وزمانه على وصول. طب روح هات لي قهوه دوب له بسرعه. واحلى فنجان قهوه وهدي النار يا عم الحاج. لو كان اي حاجه غير اشتباه في خطف ما كنتش قلت لك من الاول، والغريبه ان هي ما حكتلكوش برضه. لا يا ابني، ابوس ايدك، ابعد عن الراجل ده، ابعد عن جابر طاحون. امان ايه يا خالي؟ ده انا ارتاح قوي لما تدخل جهنم وما تروحش ابدا بيت صباح. انتوا عاوزين مني ايه؟ عايزين تموتوني، عايزين تموتوني. واحده تروح لصباح والتانيه تروح لكلاب السكك، والاستاذ يكسر رقبتي عند سالم زهران، وهقول لا على طول، وهقعد اصرخ لغايه صوتي ما يروح. شغلي لا، جواز لا، اي حاجه من جابر طاحون تحرم عليا وعليك. اللهم صل على النبي. بالراحه بالراحه يا استاذ. عليه الصلاه والسلام. معلش يا حاج سيد، والله انا اسف وغفلت شويه، بس اصل كنت قايل للواد كنت هيجيب لي قهوه، بس للاسف ما جابهاش. حبيبي يا ابني، القهوه تلجت جنبك اهي. ايه ده بجد؟ معلش. طب ما قاليش ليه المتخلف ده؟ ولا كنت عاملين يا حاج قهوه تانيه دوبلي للاستاذ، وكوبايه ميه مشبره، ورص لي حجرين. من عينيا يا حاج، كلك انت تاني مره ومعاك قهوه دوبلي للاستاذ. شكلك كده جبت جاز على الاخر، اطلع البيت ريح شويه. لا بيت ايه بقى يا حاج سيد؟ ما خلاص ما بقاش في بيت. بعد الشر، بيت ام حسن زين بيوت الحته، وهيفضل عمران بيها وبولادها العمر كله. طردتهم يا حاج سيد، امي طردت عيالها وما بقاش عمران بيهم ولا نيله. امك تطرد عيالها؟ وتحيلت على حسن يرجع مش راضي، ودايخ على عاطف من الصبح مش عارف هو فين. وامتى حصل الكلام ده؟ الكلام ده بيحصل من زمان قوي يا حاج سيد، من ساعة ما طلبت منك تساعدني وانت ما رضيتش. أنا يا ابني؟ إزاي؟ ده أنت ولادي، ولادي اللي أنا ما خلفتهمش. بالفعل، بالفعل مش بالكلام يا حاج سيد، وأنت فاهم قصدي كويس قوي. اللي هو إيه يعني؟ السر اللي يخص أمي وأنت مداري علينا ومش عايز تقوله. طب عليا الطلاق بالتلاقي. كفاية حلفان بالطلاق فاكس بقى يا حاج سيد. يوم ما أمي وقعت في الشارع قلت لي ما تقولهاش إن أنت شغال في مكتب سالم زهران. أمي بقى عرفت امبارح واتخضت، وطردت حسن امبارح عشان عايز يتجوز بنت جابر طاحون. يا نهار اسود، هو عاوز يتجوز بنت جابر طاحون؟ شفت بقى انت كمان اتخضيت ازاي؟ مع ان دي جوازه محترمه واي حد يتمناها، بس طالما انت اتخضيت بقى يبقى السر ده يخص جابر طاحون. يا ابني سر ايه بس؟ انا غرض اقول لك. انا بقى اللي عايز اقول لك يا حاج سيد ان انت مش مقدر خطوره الموقف اللي احنا فيه. امي اتخطفت قبل كده وما قالتلناش. امك اتخطفت؟ ازاي الكلام